في الحلقة ديت هنتكلم عن موبايل قوي جدا جاي من شركة شاومي، وهو موبايل بوكو اف 4 بس نسخة الجي تي. والحلقة ديت مجرد تسريبات بس معانا شبه المواصفات كاملة للموبايل. ركز بقى معايا علشان فعلا ان الموبايل ده تحفة قصاد السعر بتاعه. يلا بينا نبدأ. الظهر بتاعه هيجي مصنوع من الازاز مع فريم من الالومنيوم، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات ال 5G. وبالنسبة لصوته الخارجي فالصوت هنا بيجي استيريو بقوة 24 بت، واستغنى عن مدخل 3.5، والبصمة بتيجي جنب الشاشة. اما بقى بالنسبه لمواصفات الشاشه الجامده فهي بتيجي من نوع OLED بمساحه 6.6 بوصه مع نسبه استحواذ بتوصل ل 86% بدقه فول اتش دي بلس، ومع كثافه بكسلات 395 بكسل لكل بوصه، وبتدعم المليار لون وتقنيه ال HDR10 بلس، ومع معدل تحديث عالي واللي هو ال 120 هرتز، وبيجي عليها طبقه حمايه من نوع جوريلا جلاس باكتوس. وبالنسبه لمواصفات الشاشه فانا شايفها شاشه متكامله جدا ومش شايف فيها اي حاجه ناقصه. اما بقى بالنسبه للرام والذاكره، فالموبايل لحد دلوقتي بيجي بثلاث نسخ. الاولى 128 جيجا مع 80 جيجا رام، والثانيه 128 جيجا مع 12 جيجا رام، والثالثه 256 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع UFS 3.1، وللاسف مش بيدعم تركيب ميموري كارد. بس انت هنا يعني عندك كذا نسخه ممكن تختار اللي يناسبك. وبالنسبه للسوفت وير والمعالج، فالموبايل هنا بيجي بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهه MIUI 13 مع معالج سناب دراجون 8 الجيل الاول بمعماريه 4 نانو، ومع معالج رسومي ادرينو 730. وبالنسبة لي يعني اداء المعالج دوت، فانت اكيد عارفه المعالج دوت عمل ازاي واداءه في البرامج والالعاب، واكيد عارف انه يشغل اي حاجة مهما كانت تقيلة على اعلى اعدادات واعلى جرافيك، وبالذات لما تعرف سعره هتعرف الموبايل دوت جاي يحط على كله. اما بقى بالنسبة للكاميرات، فالموبايل هنا بيجي بثلاث كاميرات خلفية. الاولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.7، والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2، وديت كاميرا الترا وايد بتصور بزاوية 120 درجة. والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4، وديت كاميرا ماكرو، وبيجي معهم فلاش ليد مزدوج، وبيدعموا تقنية البانوراما والـ HDR، ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 فريم. أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 20 ميجا بكسل، وبتدعم تقنية الـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 60 فريم. وبالنسبة لي يعني للكاميرات، فالأرقام بتقول إنها تديك أداء مقبول بس مش الأفضل في الفئة المتوسطة، وده مجرد حكم أولي عشان الموبايل لسه في التسريبات. واصح الموبايل هنا بيجي مع الواي فاي من فيرجن 6E. اما ما بالنسبه للبطاريه فبتيجي بالساعه 4700 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بقوه 120 واط، يعني هتشحن البطاريه من 0% في حوالي 17 دقيقه بس، ودي تقريبا اسرع سرعه شحن في السعر اللي هتعرفه دلوقتي. ليه بقول كده بقى؟ عشان الموبايل دوت السعر المتوقع عليه هو 385 دولار، يعني حوالي 6000 جنيه مصري و1445 ريال سعودي. وطبعا هتلاقوا الاسعار ببيان عملات في وصف الفيديو. عرفت ليه بقى بقول لك الموبايل دوت هيحط على كله؟ مواصفات جامده وكل حاجه فيه جامده مع سعر من اخر جامد. يلا كفايه كده عليكم، ومستني اشوف رايك في التعليقات، وسلام.